واتساب العشرة جي سباق وكلكم تكونوا على خير وعلى خير سباق وكلكم تكونوا مرتاحين. كنتمنى اي واحد من الناس اللي داير لي سبسكرايب فلاش اللي مشتركين معايا اللي هما عائلتي وصحابي وخوتي وكنشارك معكم اي حاجه في انستغرام. غبرت وراكم عارفين علاش نسد انستغرام راكم ما تعرفون ما عرفتوا علاش صو قولوا دولا فيديو ما نكرهش الا كنتي اول مره كتفرج فيا تبت لتحت وغتفرح لي بواحد الحاجه اللي بسيطه هو انك تبرك على الزر ديال الاشتراك باش العائله ديالنا تزيد تكبر وتزيد تكبر ان شاء الله. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير ابوني لاخي وما تنساش دير لايك للفيديو. باي باي نشوفكم على فيديو تاني. المهم العسل اول حاجه غندويو فيها هو البلان اللي خلاني نخبر من يوتيوب واحد المده اللي كانت اكثر من شهر. شنو هو البلان اللي خلاني يعني ما بقاش نحط الفيديو خلاني ما نحط لكم في ديك اللعيبه اللي كنا متفقين عليها في انستغرام غيكون واحد الشارج اللي واعر ما ديرو حتى مغربي مكتب هو هذا السبب الرئيسي هو اني تعرضت لواحد الاصابه في المستوى نتاع العنق ديالي اللي كانت اصابه غير مقاصحه دازت علي ديال بصح. راه اش غنقول لكم راه شي حاجه اللي راه بزاف راه قوت انني ما قدرت نستحمل المسكن بكيف في الدار. واحد الاصابه اللي تعرضت ليها كنت كنلعب في الكتاف وبديت ما سخنتش وباش دخلت بديت لعب السيري الاول ب 30 السيري الثاني ديريكت مون طلعت 300 كيلوغرام وفي لابار اللي عاديه ماشي لي ماشين زعما شي حاجه. تعرضت لواحد الاصابه اللي العكسه في الترابيز الفوقانيه كاع حدا العنق حتى الرقبه بالضبط اكزاكت. واحد الاصابه اللي ندمت على النهار اللي ما بديتش كنسخن فيه ما سخنتش دخلت لعبت بواحد الوزن اللي قاصح شويه واخا انا ديجا كنلعب بكثر منه بزاف واخا هكا كان سخن داك النهار المكتب ما سخنتش. تعرضت لهاد الاصابه اللي فريمون راه بزاف راه عندي دابا شهرين ما خاصنيش كاع نلعب هاد البلايص هادو واخا هكا قالي واخا قالي ما خاصكش تلعب ولكن انا اوبليج انني نتريني. دازت واحد جوج سيمانات مابقيتش كنحس بالحريق ولكن ما كندوش عرقي كامل بديت كنمشي للتريني. جاب الله داك النهار كنت كنتريني مع واحد الصديق ديالي اش غنقول لك سي انس الحكيمي شكرا ليك بزاف من هاد الفيديو هذا راه في البلاصه قلت له خي انس ديني بحال الدار في البلاصه مسكين اللي مر على الموتور ديالو وصلني حتى للدار ومشى معايا حتى للطبيب استوار كبيره خويا عارف واقي صحاب انستغرام. سو هذا هو البلان اللي خلاني نغبر على اليوتيوب ونعبر على كل شيء راه القرايه وما قدرتش نقرا بزاف د الحوايج. راه النصيحه اللي غنصحكم كخوتي هو خاصكم تسخن قبل ما تريني وراه ما تراش ما غنعرفش نوصف لكم داك الحريق اللي كان فيه شي حاجه بزاف عشان كي تسخن شي حاجه بزاف. سو هذا هو البلان. حاجه ثانيه كنقول لكم هو انك الا تعرضتي شي خطره حتى لشي اصابه اللي ما كتكونش بالغه الخطوره كاع شي اصابه تفلعتي فشي بلاصه كلعبتي شي حاجه وحسيتي بشي حريق بشكل شي حاجه بحال هادشي اللي وقع لي شنو خاصك دير غادي جوج بلا ما تمشي للطبيب. النصيحه اللي نقول لكم من هنا بلا ما تمشي للطبيب يخربقوا عليك بزاف الحوايج وش حوايج خاصك تديهم. هاد البوماد اللي سميتها فولتارين غتكونوا كتعرفوها كاملين معروف اصلا وهاد الدواء هذا اللي سميتو دي اندو هاد الدواء هذا اللي مزيان واخا غاليين شويه في الثمن دي اندو 50 ملي غرام تاخذو من 3 الحبات في النهار وهاد الدهن عندك البلاصه اللي مفروع فيها 3 الخطرات في النهار اللي كتهدئ لك الحريق وهادي هي اللي كدير كلشي. سو انا ننصحكم اصلا ما توصلوش كاع لهاد المواصل اللي وصلت لهم انا وندمت عليهم. هذا البلان الثاني هو انني درت اول خلصه ليا في يوتيوب ندير واحد لاقي اول خلصه على جاتني اول حاجه شكرا على 14000 مشترك كلكم شكرا لكم بزاف اللي سقتو فيا وسنتوني بداك الزر نتاع الضغط على الاشتراك راه شي حاجه فريمون كتفرح كل ما كتلقى داك الاشتراكات كيتزاد اكثر واكثر كتزيد تفرح كتزيد تقول خاصني نخدم خاصني ندير شي حاجه زوينه خاصني وبديت كنوع ما بقيتش كندير حاجه واحد يعني كنقلب على ان نرضي جميع الاذواق كلشي خاصني نرضيه نتمنى نرضي اي واحد نتمنى اي واحد ما كيحملنيش شي نهار دير شي فيديو ويعجبو شي اللي كنتمنى دابا. سو شكرا لكم بزاف عليك 14000 مشترك شكرا لكم بزاف هاهي ما تبان لكم في منتوى كاين كتبان لي بعدا انا. سو شكرا لكم بزاف كما سمعتوا اول خاصه كانت ليا من يوتيوب كانت 1124 درهم نهار بديت كنحط لي فيديو حتى دابا ما بغيتش نجبدها حتى تجمعات شويه مزيان عاد تقدر نجبدها ما عنديش نجبد 800 درهم وحتى نكمل 1000 درهم ساعه جات 1124 درهم بروغرام ماشي مشكل. سو يكون واحد لا جيف وي نتاع 400 درهم اللي من داك فلوس يوتيوب اللي ربحناها كامل ماشي غير انا بوحدي تكون 400 درهم اما بغيتيها تاخذها نصيفط لك في ويستر يونيون ولا فاش ما بغيتش نصيفطها لك حتى البلاصه فين ساكن انت في المغرب ولا فين ما كنتي نصيفطها لخويا ولا اختي. ولا بغيتي شي جولد ستوندر ولا ماستيك اي حاجه من لي برودوي تاع النوتريسيون سابلمنت اللي بغيتي نحط واحد التصويره في انستغرام ما عليك انت غير تبغي داك التصويره اللي غتكون في الميجو في انستغرام ديالي تاع الانستغرام ديالي هنا ولا هنا وتلقاو في الديسكريبسيون تحت. صورتي داك التصويره غتلاقي ثلاثه صحابك صافي
و طاكيهم ودير لايك شي كاين و لا فيديو الجاي غتكون شي 50 وماكسيمو كاع وغادي صافي نوقف اي حاجه زادت ما غتبقاش. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعيط للوالده ديالي وغنعطيها التليفون نقول لها عزلي واحد من الناس كاملين الا ما تكون كتعرف حتى واحد طبيعه الحال الواحد اللي عز ولادو سواء بنت سواء دري انا نهضر معاها في انستغرام ولا فين ما بغات هي وغادي نقول له واش بغيتي نصيفطلك فلوس ولا بغيتي نصيفطلك شي سابليمنت عزل اي واحد راه باين كاملين يعني 400 درهم ولا سابليمنت هادشي اللي كاين. قلت نشارك معكم اي حاجه سواء زوينه كيما شاركت معكم الخايبه قبيله بلا تفرعت وكذا ودابا باش معكم زوين اللي كنا هضرنا كيف هو وان شاء الله كنوعدكم بواحد الكونتوني اللي زوين دابا مر ولا شويه كنتحرك وكنحركه ان شاء الله غيكون واحد الكونتوني زوين وغيكونوا دي برانك شي حوايج راه كاين ان شاء الله. تكون اي واحد كيبارطاجي الفيديو ديالي مع العشران ديالو لاسباب كو تكون الهضره خفيفه عليكم ما تكونش ثقيله. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر. بيس.